معجزة حصلت مع سيدنا الأنبا مكاريوس مطران أسيوط، العذراء المستغيثة يعني المنقذة في آخر لحظة. في كنيسة في مصر اسمها كده، يعني لما تكفل من كل ناحية العذراء تحل المشكلة. كان الأنبا مكاريوس من عيلة القسيس في أسيوط، وبنى كنيسة الملاك. وجي يوم هيحط الصليب فوق المنارة، دخل الأب الكاهن قال له: يا سيدنا يلا علشان نيافتك تطلع فوق الجبة وتحط ايدك على الصليب علشان التاريخ يسجل ويقول ان اللي حط الصليب ده هو نيافتك. سيدنا بص ليه كده وقال له: يا ابونا ده انا راجل كبير ومفيش حيل اطلع فوق. العمال كلهم جام وقالوا: سيدنا يطلع يعني يطلع. راح سيدنا طلع على السجالة ووصل للمنارة ارتفاع 50 متر، وهم بيحطوا الصليب اتهز منهم. سيدنا وجع، وهو بيجع قال: يا مريم. الناس بصت كده لقت سيدنا الجلابية بتاعته اتفتحت من تحت وبقت زي الباراشوت، ونزل سيدنا واقف على رجليه وما حصلش فيه حاجة. الناس كلها استغربت، بص ليهم كده وقال لهم: العصاية فين؟ قالوا له: فوق يا سيدنا. راح بسرعة علشان يطلع يجيب العصاية ويطلع عند الصليب. الناس قالت له: أريح فين يا سيدنا؟ قال لهم: أريح عند الصليب. قالوا له: أنت ما حرمتش. قال لهم: أنا عرفت اللي فيها، لما يحصل حاجة تاني هندم على عذرة مريم، يبقى العذرة جات ولا لأ. وبرضه ما سابتهوش في الزنقة اللي كان فيها. بركة شفاعة أم النور تفرح لكم وكل سنة وأنتم طيبين.